بالنسبة للانتخابات الرئاسية تمت على أحسن ما يرام، تم فتح مكاتب القراع في الوقت المحدد الساعة 8، ثم تمت عملية إلى الساعة 6 دون أي أن تسجل مخالفات خطيرة. نحن الآن طو في بصدد التجميع في الخطوات الأخيرة، قالنا كان معتمدية بالزبط الشمالية بعض المكاتب فقط، وإن شاء الله بعد بيع ساعة ولا نصيف ساعة تعود نتائج نهائية متعلقة بالدائرة الانتخابية بالزبط على ذمة العموم. بالنسبة لي أنا كمال جندوبي الهيئة الأولى معناتها الهيئة المستقلة الانتخابات، والله كانت في مستوى عالي برشا. Pourtant, c'était une première expérience. ويمكن كان حتى صارت تغلات، هي تجربة أولى الانتخابات تاع 2011 بالنسبة 90% من الشعب التونسي، خاطر ميم 100% حتى اللي كنا كانت العباد تنتخب قبل، سيتي با انتخابات حقيقية، معناتها الفغي الانتخابات الحقيقية بالحق عشناها في 23 أكتوبر 2011. شفتوا القبيل معناتها العظيم، احنا بيدنا معناتها كأوبسيرفاتور سيتي اون نوفيل اكسبيريونس بور نو، معناتها تجربة أولى. نتعلموش معناتها انتخابات، نتعلموش معناتها ملاحدة انتخابات، والناس كل فرحانة ومعناتها التعامل إيجابي مع الهيئة ومع الملاحدين، وحتى كان صارت تجاوزات الحقيقة ما نجموش نحكيو على تجاوزات في تجربة أولى، إي سا سي تخي تخي بيان باسي. سوف كو لي ديسيبسيون تاع ثلاث سنين هذومكا قلوا الثقة في الناخب باغابوغ للمنتخب للي شكون باش ينخبوه. دايوغ شفتوا الإقبال اللي ضعيف بياسر في السواب ليجيستاتيف والا توا في الرئاسيه، سورتو من الشباب. دايوغ نلقاو دي بيرو، هيا الهيئه عملت عامله تضحك، بيرو فيه 70 سنه وبيرو فيه 60 سنه وبيرو فيه 50 سنه، فو لافي كونستاتي جيماجين. دونك البيرو تاع 70 سنه من الاول نعرفوا لي ريزولتا نتاعو، ايبوك بورقيبه، بيرو 60 سنه كيف كيف، و50 سنه ولاو يخموا، 40 سنه ريفولتي ناس مثيرين، من 30 سنه لودا ما عمش ثقه باش يصوتوا. دونك مقسومه، بدينا نفهموا بيرو 1 شنو هو 2 3 ديجا لي ريزولتا نعرفوهم بلي نيميرو دي بيرو احنا كملاحظين، كوم ندورو ونشوفوا كل شيء. القانون الانتخابي احنا كعتيد وبرشا منظمات حاربنا على برشا حاجات، مي ما تعداوش مجلس التأسيس، نعرفوا الناس الكل علاش ما تعداوش، خاطر المصالح كل واحد يجبد روحه، احنا ما عندنا علاش نضربوا على مصلحة المواطن وعلى أولادنا نهار آخر. مي حسينا الناس الكل كل واحد يجبد روحه، حبيناش يكون القانون الانتخابي هكاك، صلحنا حاجات سي فغي، دخلنا في حاجات وخذاو بعين الاعتبار، مثلا ما عادش يصبح لنا القانون أنا نطعنوا كسوسيتي سيفيل، هذيك ضربة كبيرة، هذيك أكبر ضربة خذيناها. مي القانون توا يسمح للاحزاب والقائمات والمترشحين انهم يعتمدوا تقارير نتاع عتيد، نحكي ديما على عتيد انا باسكو جو ريبريزونت عتيد، ينجم يعتمد التقرير، ما التقرير بتاعتيه عتيد تفرض على الحزب ولا المترشح انه ياخذ السلبيات نتاعو والايجابيات نتاعو، ماشي صفيه في المحكمه، ياخذ اللي حاجته بيه ويتركن اللي ما حاجتوش بيه. دونك ديجا هذيك حاجه باهيه، معناتها اون بو فيغ لو سويفي. في خصوص المخالفات الانتخابيه، هي مخالفات عامه، بعض التاثير على الناخبين، وفي بعض الأحداث المعزلة في مدينة منجميد، حادثة وحيدة في مدينة منجميد بعد مناصري بعض أحزاب بعض المترشحين الرئاسية لا غير، ما تمت بسلام وما فماش لا أضرار لا عنف لا غير. بالنسبة لمراقبة الحملة الانتخابية وتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية، معناها الهيئة الانتخابية ببنزرت على ذمتها 56 عون مراقبة، معناها عاينوا جميع المعلقات الإشهارية الخاصة برؤساء المترشحين للانتخابات الرئاسية، وقيمت تلك الإشارات ومدت بها الهيئة عندها. إذا الهيئة عندها المعطيات في كل ولاية عن منسوب ولا عن كمية المصاريف التي تم اعتمادها للإشهار السياسي، وبذلك هي ستحدد السقف الانتخابي وتتخذ ما تراه بصالحها في ذلك الغرض. الهيئة ترصد، نحن هيئات الجهوية نرصد المخالفات ونمد بها هيئة عليا، وهيئة عليا معناها تنشرها للعموم، تعمل من الادوات الصحفيه تنشر اهم المخالفات، ثم تمد النيابه العموميه بمحاضر هذه المخالفات حتى يتخذ القرارات في شانها الجزريه اللازم. هو عمل الهيئه الانتخابيه هو عمل انساني اول حاجه، ثم عمل مقيد بقوانين الهيئه ما عملتهاش. قانون الانتخابي معناها هي كانت ليست طرفا في معناها اتخاذه كقرار.
هي قدام قانون انتخابي فما تحسن بين ما هو 2011 بين ما هو تشريعي ثم ما هو رئاسي. هذه هي مزيد كتبنات معناها جانب إيدياني متاحة جانب جديد لوسوزتين هي بدأت تتحسن شيئا فشيئا وبدأت تتفاعل مع المشاكل والمعنى المخالفات ومعنى ومع تطلعات انتخابية حاجة بحاجة. إذن نحن شنو لازم اشنو نطلبوا؟ نحن نطلبوا شوية صبر على الهيئة خاطر الهيئة لا تبنى كاملة، معناها قانون توجد فيه نواقص، نحن إداريا عندنا شوية نواقص لكن تسعى الهيئة بكل جهدها على معناها توفير جميع المستلزمات لإنجاح العملية الانتخابية. ونحن في التشريعية وفي الرئاسية قدمنا كل ما يمكن، تمت انتخابات في أحسن الظروف، الصناديق موجودة، أعوان مكاتب الاقتراع في كل مكان موجودة، مكاتب الاقتراع فتحت في جميع جميع أنحاء الجمهورية التونسية، الإعاشة متوفرة، معناها عملية الفرز والإحصاء معناها تمت بشفافية تامة، وأمام قرابة 60,000 ملاحظ معناها عدد مهول من الملاحظين. إذا نحن نطمحوا ديما خير لكن نقولوا اللي بنيناه باهي ونحن نطمحوا الأحسن من ذلك. بوه في قالب بعضه مثالش اللي نعيش فيه الكل سي اكستراوردينير بالباهي نتاعو بالخايب نتاعو، لا عندنا ضرب كرتوش لا عندنا موتى لا عندنا الحمد لله، معناتها حتى نحكيو مع لي زيترونجي هذوما الملاحظين انترناسيونال ديما كي يجيو بك التعالي نتاعهم قال احنا قالوا لنا تونس في بالنا الافريك، قلت له ما وين الافريك وين الاوروب وين تونس حاجه اخرى، معناتها سي فغي احنا نفتخروا ان توانسه مثال بان لي سير الكل دون 5 ans توضح الامور في مخاخنا احنا اللي باش نصوتوا له مبروك عليه اللي باش يطلع احنا نحاربوا على البروسيسوس حاجتنا بنزاهه الانتخابات بروسيسوس كل واكبناه عتيد من القانون الانتخابي حتى هاو باش نكملوا لي رابور نتاعنا وكل شيء وواقفين واحنا كي نقول لك رانا نو سوم دي بينيفول او فري سونس دو تيرم عتيد حتى حد ما يجم يقول ولا نتحدى اي حد يقول واحد من عتيد من رئيسنا معز براوي الاصغر واحد منا واحد فينا 18 ans ياخذ فرانك من عند عتيد معناتها نتحدى وهذيا حطها على واحدي انا معناتها والحمد لله انا معناتها سي ما غروند فيغتي اللي نكون لهنا ونحضر على نتائج الاخرى نتاع بنزرت واللي باش يربح مبروك عليه مهما كان ثم تجاوزات ما فماش في العالم مجمع في اكبر ديمقراطيات يا هذا ماهوش تجاوزات بارابور اكبر ديمقراطيات في العالم هذا ما الراجل قال لي في بلاد في افريقيا مش نسميها ما حاجتهمش بلي زيليكسيون سونتر كامل هبطوا دك دك قال لي اون سي كاشي دون لا بروس لي زوبسيرفاتور اي لي زيليكتور دون لا بروس حتى جات هليكوبتر هزتهم دابا احنا هنا الحمد لله ندورو ان توت سيكوريتي اي سا سي ميرفيو.